نحن هنا نقول أن هذا المؤتمر الذي سيولد في البحرين سيولد ميتا من لحظة وقوفنا هنا في بيت لحم في مهد السيد المسيح عليه السلام. كم من الاحتلال الإسرائيلي والقواعد الأمريكية أيضا في منطقة الشرق الأوسط كونها هي البؤرة التي شكلت الانفجار وهي تقف خلف الانفجار وهي الأفعى التي تحاول كل لحظة بث سمومها في الشرق الأوسط من أجل دفن أحلام الفلسطينيين وأحرار العرب بالحرية والاستقلال. يعني هناك على الأيام القادمة ستكون هناك يعني تصعيد في كل مواقع الضفة الغربية ومواقع التماس مع الاحتلال، هذا ما أعلنت عنه بالأمس لجنة تنسيق الفصائل وتحديدا حركة فتح للمواجهة مع الاحتلال وإلغاء الإضراب. هناك إجماع كامل وطني، كل أطياف اللون السياسي بما فيها حماس والجهاد الإسلامي واليسار وحركة فتح بمقاطعة مؤتمر العار ورفضا لسياسة الأمريكية في المنطقة والهيمنة.